مرحبا بك في جوتن، حيث نساعدك لتتعلم فن إبداع تصاميم رائعة لجدران عصرية فخمة باستخدام التشكيلة الجديدة من دهانات تصميمات ليدي من جوتن. يوضح لك هذا البرنامج التعليمي كيفية تنفيذ تصميم راحة من مجموع التشكيلي باستخدام فينوماستيك الألوان الناصعة الأبيض المائي غير اللامع وفينوماستيك الألوان الناصعة المائي الحريري S7020R70B وجوتا شيلد ثيرمو الأبيض وتصميمات ليدي بيرل بيانكو 9958 وتصميمات ليدي كالر ميراج سافاير. لتنفيذ هذا التصميم سوف تحتاج إلى رولة عادية وكشاطة وفرشاة ناعمة وقطعة قماش قطني مبللة. بعد تجهيز الجدار ادهن طبقة واحدة من فينوماستيك الألوان الناصعة الأبيض المائي غير اللامع باستخدام الرولة وانتظر حتى يجف الدهان. ادهن طبقة أساسية ثانية من جوتا شيلد ثيرمو الأبيض باستخدام الكشاطة لتحصل على تشطيب غير مستو وانتظر حتى يجف الدهان. استخدم الرولة لدهن طبقتين من فينوماستيك الألوان الناصعة المائي الحريري S7020R70B وانتظر حتى يجف الدهان. استخدم الفرشاة الجافة وقم بضربات عشوائية غير متساوية على السطح بدهان تصميمات ليدي بيرل بيانكو 9958 مع ترك الطبقة الأولى واضحة في معظم المناطق. استخدم قطعة القماش المبللة لوضع لمسات من الطبقة العلوية الأولى لتحصل على مظهر ناعم تمتزج فيه الألوان مع الطبقة الأساسية وانتظر حتى يجف الدهان. استخدم الرولة لوضع طبقتين من تصميمات ليدي كالر ميراج سافاير وانتظر حتى يجف الدهان. لقد قمت للتو بتنفيذ تصميم راحة المثالي. شكراً لاستخدامك هذا البرنامج التعليمي من جوتن، حيث نساعدك لتتقن فن تنفيذ تصاميم متألقة مع الأولى في الدهانات.